51 صفحة عبر الفيسبوك تحرض على الهجرة السرية. هنا يتم نشر البؤس والإحباط في أوساط الشباب لركوب قوارب الموت. أكثر من 100 جثة تم انتشالها لشباب اختاروا الحرقة، والعشرات لا زالوا مفقودين لغاية اللحظة. هي أرقام مريبة لهذه الظاهرة التي تزايدت السنة الماضية بتورط شبكات إجرامية. الذين يستخدمون شبكات التواصل الاجتماعي لتجنيد الشباب هي جماعات مجرمة ومنظمة وعندها أحيانا ذات طابع دولي. أصبحت يعني تستخدمهم يعني باستخدام أساليب دعائية خطيرة جدا. مثلا في الصفحات التي الصفحات تهرب إلى أوروبا تضع لها عنوان التهريب الآمن إلى أوروبا. ابتداء من 1200 يورو إلى غاية 6000 يورو. 1200 في مطاط في قارب تاع بلاستيك مطاطي ويحتى 6000 يورو يعني على يخت سياحي. احيانا تنشر حتى صور النساء في صفحه الاستقبال من اجل اغراء الشباب يعني بالالتحاق بهذه الهجره. تنامي ظاهره الهجره السريه تاتي في وقت قدمت السلطات عديد الحلول لصالح الشباب، لكن خبراء يصرون على التقرب اكثر من هذه الشريحه لفهم انشغالاتها. انشاء مرصد لادماج الشباب، هذا لوبسيرفاتوار دانسيرسيون دي جون، هذا واش يقول نجمع كل الميكانيزمات تاع تشغيل الشباب الموجوده التقليديه داخل اطار هذا البيت هذا تاع المرصد لادماج الشباب. نديروا كذلك تكون عندنا دي بول دي بول دو فورماسيون، كاين دي بول اوسي اللي يكونوا جسر ما بين المرصد والمؤسسات والمؤسسات الاخرى كما البنوك مراكز التكوين الى اخره. كاين هذا المرصد سوف يتميز بتكوين يعني دي كونسي مستشارين لمستوى عالي اللي يكون هما الواجهه اللي هما اللي يجيو في الاستقبال هذاك الشاب هذاك. رغم الظروف الصعبة التي يعيشها الكثير من الشباب البطال، إلا أن تنامي الهجرة غير الشرعية بهذا الشكل أصبح أمرا مدبرا وفق ما توصلت إليه تحقيقات أمنية.